زي ايه بقى؟ عملت ايه؟ تليفون الارض، تصفح الفيس مثلا. انا متصفح على الفيس، براجع كده الوقت اللي قضيته على الفيس في مره لقيته ساعه ودقيقه متوسط خلال اسبوع، اخر اسبوع ساعه ودقيقه بتفرج على الستوريز. قلت كويس، ساعه ودقيقه مش وحش في اسبوع، بس في يوم ده لا في يوم في يوم ساعه ودقيقه، بس لما متوسط الاسبوع مش حاجات اعلى حاجات اقل، متوسط الاسبوع متوسط اليومي لمده اسبوع ساعه ودقيقه بس. ده الراجل ده بيستفتح بيها في الصبح كده وهو بيصحى، مالكش دعوه بحد تاني. بشوف انا بس يعني جزاك الله خير. لا انا اولادي عندي يعني شايف حالهم، واللي بيتكلم كده بحاول تعبان برضه، مش حاله حلو برضه. لا اولادي مش عارف، مش انتوا عارف اولادي عارف نور واولاد، الله يفتح عليك شايفه زي الفل. هو عشان تمدح فيه بقى، تمدح فيه شويه، ربنا يبارك فيه. انا بتكلم معاك ولد عبادة، مش هينفع شغال معاك والله ما شاء الله. حاج سعيد ما شاء الله، ربنا يحفظك يا بيه، كان مذكور بالخير ربنا يرزقك. هو بس معانا ولد اسمه محمد. ايه واحد تاني شو؟ لا ما اصغرش حد وحش، ما اصغرش حد وحش. الراجل معاكم في الوطن ما تشوهش سمعتكم. ربنا يحفظنا وإياكم. احنا بس عايزين يعني ناخد حاجه ايجابيه ونبني عليها، ناخد اعمال ايجابيه ونكبرها ونتواصى بيها ان شاء الله. خدنا توصيه بيه بعدم الاسراف، خدنا توصيه بيه عندك مربعات الاربعه دي، شوف انت بتقضي وقتك وقت كفيل. اهم مربع فيهم اربعه جوده، شوف بتعمل فيه ايه، تقرا، تعمل، تذاكر، تبني جسمك، تنام كويس، تقرا القران، كلها الاعمال دي اللي هي بترفع جودتك وتثقل كفاءتك في اي ايه يعني مستحب. بعض الصالحين كان بيقول ايه، شدة حرصي على وقت يقول باينة كده؟ يعني بلغت ولو وصلنا النور المكتب. الوقت ده في النور المكتب كله. لا باينة كده باينة. كده باينة. يقول لي بقى؟ كان من شدة حرص بعض السلف على وقته يقول: ليت طعامي نواة أمضها أمصها نواة أمصها، فلقد سئمت من ترددي للخلاء. إي حفظ له. مش عايز أصل السلب عليك واحد يعمل كده. أو ممكن يكون زهق من الحمام. يعني هو وصل لهذا الحرص لهذا الوقت. بعضهم كان بيقول لك الفرق ما بين الأكل والشرب والكلام وبين السف الطعام، كان بيتعمل بودرة كده ويسف ما بينه قراءة جزء. قلت القراءة، فأنا يعني بقت حاجات نفسهم بالنسبة لهم إيه؟ عبء صغير، إن هو مهمته أعلى. إن تكن النفوس كبارا تعبت في مراضيها الأبدان، مش عايزك تضيع وقتك في الأكل، ولا عايزك يعني لكن ما تقعدش تفرش نفسك، والصلاة تبدأ لما باكل. عشان كده لازم نتجوز. نتجوز؟ مفيش مشكلة، الزواج ده من أهم الأعمال وأهم. طيب دي كمان يا دكتور؟ عن العرباض بن سارية كان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم الأول ثلاثا وللثاني مرة واحدة. حديث صحيح. الصف الأول يستغفر ثلاثا، الصف الثاني مرة واحدة، ده بيدل على إيه؟ يعني الصف الأول أنت لحقت وقت بدري تاخد ثلاث مرات استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، الصف الثاني مرة واحدة بس. تفرق معاك ايه؟ ثانية ممكن واحد يخش قبليك الصف الأول. امبارح كنت بصلي في مسجد شاميلجا وأنا قاعد بقى في الصف الأول وتمام. جه الإمام دخل راح الناس دي قدموا صف وبتاع. ليه الصف اتعمل قدامي كده وأنا مش مدي إخوانا يعني. الصف ولا تقول دخلوا الصف الأولاني الله. يعني إيه لازم الإمام يعني هو اللي يخش عشان الناس تخش. بقى قبليه يعني. ف
فضراع على الصف سلام. هل انا عند ربنا الصف الاول ضايع عليه؟ انا جاي بدري قبل الناس اللي جايه دي. بس حبيت ربنا ان ايه يعني في نفسي هذا الايه هذا الشعور الصف الناس ما صدقت فتح الصف الاول ابو ايه دخلوا فيه. فالحرص لازلنا بعد 1400 سنه من النبي عليه الصلاه والسلام امته وامته الاتراك اللي هم اللي ما شافوهوش اصلا وما وصلهمش حد من عند سيدنا احنا بنقول الانصاري تحرصوا على الايه؟ الصف الاول زي نفسه عليه. شوف شوف عظمه الدين وحيويته يخلي الاتراك اللي هم ما شافوش وما عاشوش مش هم مثلا العرب اللي ما فيهوش العربي لكن حرصهم على تنفيذ سنه النبي عليه الصلاه والسلام سبق واحد ايه سني واحد يعني من ايه من العرب سبقوه ده تقدموا الصف الاول عشان بس فتح الصف الاول مش واخد بالي دخلوا هم الاول عشان يحفظوا به استغفار النبي عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته فيصلون على الصف الاول. الصف الاول طبعا في ناس بتصلي جماعه تانية مش في المسجد بصلهم ليه؟ دايما بص فوق احنا انظر الى ما هو فوقكم في الدين ودونكم في الدنيا فوقك في الدين عشان تتحسن وترتقي زي دونك في الدنيا عشان تصبر على ايه؟ على القليل اللي عندك في غيرك افقر منك وغيرك احوج منك فده ده حكمه مهمه جدا. اول الدين ما تقولش ده في ناس ما بتصليش اصلا لا في ناس بتصلي ناس سابقه متقدمه دايما نافس بدور الله اكتسب المهارات طريق النجاح طبعا لما ربع الجو كل ما تكتسب مهارات كل ما يؤدي بك الى الايه؟ الى النجاح. الراجل ده حد يعرفه؟ مش باين اصلا كده موضوع الاسكات والبروجكت عايزين بروجكت المره الجايه انت عارف نصيبي يعني ان شاء الله بروجكت بروجكت اللي هجيبه معايا حتى لو كان لا 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 ما انا ده بقى ربنا فيه. انا بقول اتكلم محاضره دينيه واتكلم محاضره دينيه بس يعني ايه عايزين يبقى فيها يعني شيء من الايه المشاركه والتطوير. راجل اسمه ستيفن كوفي اللي عامل الكتاب ده حد سمع عنه قبل كده؟ كتاب اسمه ايه؟ غير افكتيف بيبل الناس الاكثر فعلي نعم عادات العادات السبع للناس الاكثر فعلي تمام. الكتاب ده عامل منه كام مليون نسخه 15 مليون نسخه 15 مليون نسخه وفي سبع عادات بس كده ومترجم العربي على فكره كانوا قاعدين في السودان بالعربي على طول يعني 15 مليون نسخه وكان بس كسب ورا كل نسخه 10 دولار كتاب غالي 10 دولار 15 مليون الكلمه 50 مليون عمل ايه يعني شيء حلوين في ايه؟ في الكتاب الكتاب بس اتعمل بسنين يعني سنين طلع طلع فيهم خلاصه وده كان القران اللي بتفتحه حاجه سبع عادات سبعه دي حد عارف عنهم؟ سمع عنهم العادات السبعه دول؟ قول لنا كده قولوا ايه؟ حد فاكر عاده منهم؟ اول عاده الناس عملوا لهم يعني خشوا كده على جوجل العادات السبع اول حاجه بي برو اكتف مبدعا كن مبادرا كن مبادرا انت تبادر دايما فمن في العجل الجاري بتعبنا ديت جانب الروحي كن مبادرا في عبادتك الجانب البدني مرة كنت رايح ماشي في الشارع فلقيت واحد واقف قدام جيم كده شاب واقف مثلث كده ما شاء الله وايه يعني عامل فورمة حلوة قوي فعجبتني الفورمة فبقول له يعني أنا عايز أعمل فورمة زيك آخد وقت قد إيه كده؟ شاب يعني 14 سنة فبص لي كده وإيه يعني قال لي مش عارف كلام كده فبسأل بسأل حد من الشباب عندنا شغلة استشهد رحمه الله بقول له انا عايز اعمل فورمه كده بقى زي الشكل شوف مش انا فورمه برضه؟ ما شاء الله قال لي حضرتك تقرا احسن تقرا احسن يعني مفيش امل مفيش امل خطأ. انت تقرا ركز في القرايه احسن ركز في حاجات اخرى سيبك من ايه؟ بس هو ممكن يكون غلط يعني مش شرط ان الكلام ده سالت ناس قالوا لا ده في ناس 60 و70 سنه بيعملوا بس ما بيعملوش فورمه يعني هو بيعمل بيبقى ايه؟ بيعمل لو بيعملوا فورمه فيه بيعملوا فورمه كمان في في الله اكبر بتكون عامل كويس. ف مسألة انك تبادر وانت شاب دلوقتي. انا طبعا بياض ما بضيعش الواحد الفجر راجع بصدر الصلاة وكده شوية تمارين عشان ليونة والحركة وعشان الواحد ما يشتكيش. كعلاج مش كايه؟
مش كده.